برنامج المهارات الحياتية، برنامج يهدف إلى مساعدة المعلم في تطوير قدراته وتعميق مهاراته المهنية لإكساب الطالب المهارات الحياتية التي لا تكتمل تربيته بدونها، كما يقدم لواضع المناهج حلولاً مدروسة في جانب مهم من جوانب المناهج التعليمية المعاصرة وما يلزمها من أنشطة لتكوين المواطن الصالح المنتج الذي يسهم بفعالية وإيجابية في تطوير وتنمية وطنه وإكسابه مجموعة من المهارات الحياتية الأساسية، ومن بينها أولاً مهارات التواصل، ثانياً مهارات التفكير، ثالثاً المهارات النفسية، رابعاً مهارات التفاعل الاجتماعي، خامساً مهارات العمل اليدوي، سادساً مهارات استخدام التقنية، سابعاً عدد من القيم الأخلاقية والاجتماعية كتحمل المسؤولية والأمانة والصدق، التعاون والتعاطف مع الآخرين وتقبل الآخر. ويستهدف البرنامج عدداً من الفئات، وهم طلاب التعليم العام، معلمو التعليم العام، معدو المناهج، مؤلفو الكتب الدراسية. وللمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة منصة المهارات الحياتية من خلال الرابط الذي يظهر على الشاشة.